أما اليوم فحديثنا عن موضوع مهم يعاني منه المسلمون اليوم، وهي قضية ربما إذا بدأتها قال الكل لا تعنيني، ولكنها في الحقيقة تعنينا جميعا، وهي قضية سبب مصائب كثير من المسلمين اليوم في العالم، وهي أن أكثر المسلمين اليوم يعانون من شيء اسمه الجهل، الجهل بهذا الدين. أرجو الأذانات هذه تغلق أو أننا نقف عن الخطبة حتى نستمع إليها. إن المسلمين اليوم يعانون من شيء اسمه الجهل، الجهل بدينهم. صحيح حفظة القرآن كثر، صحيح حفظة الصحيحين كثر، صحيح خريجو الشريعة كثر، ألوف مؤلفة، لكن أين الفقهاء منهم؟ أين الذين تعلموا دينهم حقا؟ رب حامل فقه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه، أي كثير منهم ليس بفقيه، هو يحمل الفقه في صدره لكنه ليس بفقيه، يحفظ الأحاديث ويحفظ القرآن لكن أين فقهه؟ لا شيء. كنت في مركز صيفي قبل أيام والطلبة كثر، وكنت جالسا معهم فسألتهم سؤالا، من منكم يحفظ قل أعوذ برب الفلق؟ فرفع الطلاب كلهم أيادهم، كل واحد رفع يده، كل من في الصالة، وهذا طبيعي. ثم سألتهم سؤالا آخر، من منكم يعرف معنى الفلق؟ فأنزل الجميع أيادهم. وقلت مصيبة، إذا كنا حتى المعوذتين لا نعرف معناها، إذن ماذا نفقه من الدين؟ وماذا تعلمنا؟ كنا ونحن أطفالا يحفظوننا أصغر سورة في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر، لكنهم ما علمونا ما معنى إن شانئك هو الأبتر. هنا المصيبة وهنا الكارثة، أننا نحفظ الكثير من القرآن، أنا ضربت لك الأمثلة بقصار السور، لكن إن تجاوزتها إلى والنازعات غرقا، وإن توسطتها إلى والعاديات ضبحا، لا رأيت العجب العجاب. عندهم شهادات دكتوراه في الهندسة وفي الطب وفي غيرها من العلوم الدنيوية، وهذا مطلوب، لكنك لو سألتهم عن نواقض الوضوء لهز أكثرهم رأسه ولم يعرف، بل يستحي يسأل هل هذا ينقض الوضوء أو لا، ويخجل أن يتعلم هل هذا يوجب الغسل أم لا. مصيبتنا هذه الأيام الجهل، والله الجهل. وإن ظن الكثير أنه يحفظ من القرآن، يحفظ لكن بغير فقه. هل تعلمت شيئا اسمه فقه العبادات؟ هل مر عليك يوما شيئا اسمه فقه العبادات، أنك تفقه عبادتك التي تتعبد الله بها؟ أنا لا أطلب منك أن تدرس بعض المعاملات المالية، ولا ألزمك أن تتعلم العلاقات الدولية، فهذه علوم لها مختصون فيها، ولكن واجب عليك أن تتعلم الصلاة التي تصليها. ولعل البعض منكم يقول في صدره، شيخ أنا أعرف أصلي، لكنك تسمع أسئلة عجبا من أناس أخطأوا في صلاتهم لا يعرفون كيف يتصرفون، لأنه والغالب هكذا لا يعرف أن يميز في حركات الصلاة بين السنة والواجب والركن، فإن كنت لا تميز كيف تصحح أخطاء الصلاة؟ كيف تجبر صلاتك بسجود سهو وأنت تركت ركنا وليس واجبا؟ لما تسجد للسهو أصلا وقد تركت سنة فقط؟ لكن المصيبة أن الأوقات ضاعت، والله جل وعلا قسم الناس قسمين، قسم تعلموا دينهم وفقهوا دينهم، وقسم لا يبالون. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكر، هل هذا وهذا سواء؟ إنما يتذكر أولو الألباب. رجل متزوج وعمره يقارب الخمسين سألني سؤالا في يوم من الأيام، قال شيخ إذا أتيت زوجتي ولم أنزل هل علي غسل؟ قلت نعم، قال أنا 50 سنة ما أغتسل. قل هل يستوي الذين يعلمون
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا فقط في فقه العبادات. تعال إلى التفسير، تعال إلى السيرة، حياة محمد. كلنا نحب محمدا عليه الصلاة والسلام، لكن نعرف حياته؟ سئل طلاب في الثانوية يوم من الأيام متى وقعت غزوة أحد، فلم يجب منهم إلا 5 و6 في الفصل كله، ما يعرفون. وسئل طلاب في المتوسط من هو أبو بكر الصديق، فلم يجب إلا القليل. بعضهم قال هو نبي من الأنبياء، ما يعرفون أبو بكر الصديق. وسأل شباب المسلمين اليوم عن أفراد فريق مانشستر، الكل يجيبك صح أم لا. هذا أولاد، هؤلاء أولادنا، هؤلاء شباب الجيل، يحفظون أسماء الفرق الغربية كلها والاحتياط حافظين. لكن سألهم عن 10 المبشرين بالجنة، من درسهم؟ من علمهم؟ من فقههم؟ والمصيبة اليوم أكبر، المصيبة الجهل الذي يعيشه المسلمون اليوم. ومع هذا كل المسلمين اليوم يفتون في أمر الدين، جهل وإفتاء. لا تتعب نفسك، أي ديوانية تفتيك اليوم؟ لا تشغل بالك، أي جريدة عندها هيئة إفتاء؟ لا تتعب روحك، تصل على أي واحد من الربع يجاوبك حلال ولا حرام. سبحان الله، مع الجهل الموجود. اسمع إلى صحابة رسول الله، صحابة رسول الله حذرهم النبي من هذا. مو على كيفكم تفتون ولا تتكلمون في الدين. جاء رجل به شجة، رأسه قد مزق، فيه دم يخرج وعليه غسل. سأل الصحابة، بعض الصحابة، أغتسل ولا ما أغتسل؟ لازم تغتسل، الله يقول في القرآن حتى يغتسلوا، لازم تغتسل. كيف تصلي؟ هذا القرآن وهذه السنة. فإذا بالرجل يغتسل فمات، فمات. هل قال النبي مساكين اجتهدوا ومعذورين؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا الخير الله يغفر لهم؟ لا. تعرف ماذا قال لهم؟ قال قتلوه قتلهم الله. دين هذا ما هو لعب، كل واحد يتكلم وكل واحد يفتي. بعض الناس ما سمع بشيء في حياته اسمه أصول الفقه. طيب تتعلم لنفسك ما يخالف، تفتي الناس وأنت ما تعرف أصول الفقه؟ تفتي الناس ما سمعت بمصطلح الحديث؟ قرأت فتاوى بالإنترنت، والله يا أخوة كنت أضحك أحيانا، كيف تنطلي هذه الفتاوى على جماهير المسلمين، تنطلي عليهم. أبو فلان الفلاني يكتب فتوى في جواز قتل الكفار في جزيرة العرب، والفتوى من أولها إلى آخرها لا تدل إلا على جهل صاحبها. هذا لا درس أصول فقه ولا عرف الحديث، حتى اللغة العربية كل ما يعرف الفعل من الفاعل، ويفتي للمسلمين اليوم بأن هذا الأمر جائز ويستدل بالحديث، أخرج المشركين من جزيرة العرب. يا ليته قرأ الحديث قراءة صحيحة أولا، ثانيا يا ليته رجع إلى أصول هذا الحديث وسبب قول النبي هذا الحديث حتى يفهم، وأقوال أهل العلم في هذا الحديث. لو رجع أظنه لحكم على الخلفاء الراشدين الأربع بأنهم ما يفهمون الدين، هو فقط الذي يفهم الدين. مصيبة اليوم. ومن طلت هذه الفتاوى ترى اليوم، تعرف ليش؟ لأن المسلمين يعيشون في حالة جهل، والأعمى أي واحد يقودح، والإنسان الذي يعيش في ظلام يبحث عن شمعة، شمعة وإن كانت أي شمعة، فقط يأخذ بيده والغريق يتعلق بقشح. ويا لها من قشح، قصم الظهور المسلمين. يأتي رجل عند قرآن حافظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الجهل اليوم مصيبة والله، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل معاجبة واقع النبي وحال النبي، معاجبة. أنا عندي قرآن وعندي سنة، وحنا أحرار، وحنا نقول لنبي يبي ينكر على من؟ على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الرجل وحي يتكلم، فإذا به يأتي إليه يقول، لأن النبي لما وزع الغنائم عليه الصلاة والسلام أعطى الذين أسلموا حديثا أكثر، فإذا به يقول له اعدل يا محمد، وانظروا لقلة الأدب، حتى ما قال يا رسول الله، قال يا محمد، يدل على وقاحته، يدل على قلة أدبه، يدل على أن القرآن الذي في صدره حافظ، حافظ كثير من القرآن،
لا تظنون واحد توجه من الشارع، لا، المصيبة أنه حافظ وهيئته، يقول الرواة كث اللحية، يعني اللي يشوفه يغتر فيه، قصير الإزار اللي يشوفه يقول هذا على السنة وما يدري هذا الرجل أصل البدعة. قال اعدل يا محمد فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، مطعن بالقسمة بس، طعن أيضا بالنية. نية من؟ شوف الوقاحة. اعدل يا محمد فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني محترق على أحوال الأمة، يعني مراضي على الظلم اللي حاصل، يعني الرجل حريص على أمة الإسلام الآن، يريد أن ينكر على محمد عليه الصلاة والسلام. والهوى ليس له علاج، سمعت بهذه القاعدة؟ الهوى ليس له علاج إلا أن يترك الإنسان هواه، إلا أن ينزع من هواه، وإلا لا ينفع معه لا قرآن ولا قرآن ولا سنة. قال ما تقول؟ قال اعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال عمر أو خالد دعني أضرب عنقه. هؤلاء الرجال أبذاذ يعرفون هذا الرجل ما له كرامة، هذا يقتل أحسن له، ارتد طعن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، شوفوا الآن الحكمة الأكبر، شوفوا الآن الفقه. قال لا، ما يقول الناس، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أنا عندي الآن هم أكبر، هم سمعة الإسلام عند الناس، هم ماذا يقول تقول الأمم في المسلمين حتى لا ينفروا عن دين الله. شوف الفقه الكبير أن يصل إليه أولئك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أحرصك حتى تنتبه اليوم من بعض، لا أريد أن ألوث المسجد بكلمات، بعض المواقع في الإنترنت انتبه، فإن فيها سموما والله، وربي قرأت بعضها وبعض المنتديات، اسمع الشكر والتأييد على الجهل والغباء، والله جهل، يضعون الآيات في غير مكانها والأحاديث في غير موطنها، لكن اسمع التأييد كأن الأمة متعطشة لأي شخص يشفي غليلها بحق أو باطل، ما يهمها. فإذا بالنبي يقول يخرج من ضئضئ هذا، يعني هذا نسل كما قال ابن تيمية يبقى إلى أن يقاتل آخرهم الدجال، موجودين موجودين هذه الفئة في كل عصر وكل زمن، يظهرون أو ينزلون لكن موجودون. قال يخرج من ضئضئ هذا أناس أو قوم يقرؤون القرآن، يحفظون ويقرون، لا يجاوز تراقيهم حناجرهم، يعني يقرأ ما يصل القرآن لقلبه فقط في اللسان، فقط في اللسان، لكن يفقه ما يفقه شيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدخلون في الدين ثم يخرجون كما يمرق السهم من الرمية، يعني صفر، يدخل يحفظ ويخرج ولا شيء. حتى كانوا يقرؤون القرآن بشدة وبقوة أيام الخليفة علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وذهب يناقشهم لكن ما في فائدة، كفروا معاوية وكفروا عليا وكفروا عمرو بن العاص وكفروا أبا موسى الأشعري وكفروا الأمة كلها، ما خلى واحد، حتى أنهم لجهلهم تعجب منهم، لجهلهم في عهد الإمام علي حاول أن يناقشهم، استجاب بعضهم، لكن البقية التي لم تستجب قاتلهم في النهروان وسفك دماءهم، لأن النبي أمره بهذا، لأن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد وثمود مع أنهم يصلون. قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، أكثر منكم يصلون، وقراءته إلى قراءتهم، لكن بجهل يقرؤون، لكن بجهل، حتى أنهم يوم في يوم من الأيام مروا على ابن الأرت ابن الصحابي الجليل، مروا عليه يوم من الأيام، عارضهم، أنكر عليهم، فنحروه، قتلوا رجلا من جهابذة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوه، ثم جاءوا لزوجته وقتلوها، مسلمين، لكن عندهم كل من خالفهم كافر، كل من خالفهم خرج من الدين، دم المسلم عندهم الأصل فيه الحل ليس الحرمة، الأصل في المسلمين عموما كفار إلا من وافقهم في رأيهم وطريقتهم فقط، هؤلاء هم المسلمون. قتلوا ابن الأرت وزوجته، ثم وهم مارون على مزرعة بعد ما قتلوا الصحابي وزوجته وبقروا بطنها وكانت حامل، مروا على مزرعة
لنصراني غير مسلم، فأراد بعضهم أن يأكل من الثمر، فقال أحدهم للآخر ماذا تفعل؟ قال نأكل. قال أما علمت أنه لا يجوز لك أن تأخذ مالا من رجل إلا بعد إذنه؟ قال هذا ليس بمسلم. قال ولو لابد أن نستأذن منه. يستأذن من مال النصراني مع أنه صحيح ما يجوز أن تأخذ مال إنسان إلا بإذنه، وحرمة المسلمين عندهم مباحة ومستباحة، لا يهمهم ولا يبالون. العلم، العلم يا عبد الله ابدأ من اليوم، لا تقول الحل أن نطعطي رؤوسنا، لا، الحل أن نتعلم، الحل أن ندرس، الحل أن نتفقح، الحل أن نتعلم العلم من أصوله وبطرقه وبآدابه. وإياك وإياك أن تتصدر للفتيا. كان الشافعي يدفع للفتوى دفعا ويأبى، يأبى رضي الله عنه ورحمه الله، مع أنه الفقيه، مع أنه العالم، مع أنه الذي حول اللغة العربية وعلم الأصول والفقه والعقيدة وكل العلوم، ومع هذا كانوا يدفعونه للفتوى ويأبى رضي الله عنه ورحمه الله، حتى بلغ من العلم مبلغه فأجبر على أن يتكلم في شؤون الناس ويفتيهم. هذا الإمام مالك، سمعت بالإمام مالك صاحب الموطأ، إمام دار الهجرتين، الإمام مالك صاحب العلم العظيم. جاءه رجل من أهل اليمن يستفتيه في الدين، قال له يا إمام جئتك من قومي دازين رسول، علشان عندهم أسئلة، أسئلة للبلد كلها، جمعوها في ورقة وذهبوا بها إلى الإمام مالك، فقال هات ما عندك اسأل. وكلما سأل سؤالا قال الإمام مالك لا أعلم، السؤال الثاني لا أعلم، السؤال الثالث لا أعلم، كل الأسئلة لن يجب عليها إلا بسؤال أو سؤالين فقط. فقال الرجل يا إمام أرسلني قومي إليك لتفتيهم، ماذا أقول لهم؟ قال ارجع إلى قومك فقل لهم سألت الإمام مالك فقال لا أعلم. بكل سهولة وبكل برودة، لا أعلم. المسلمين اليوم بعضهم يستحي يقول ما أعرف، يستحي يقول لا أعلم. ايش رأيك بقتل كذا وكذا؟ نعم يجوز، الله أكبر، بكل سهولة. لو اجتمع عليها أهل بدر صحابة رسول الله لما أفتوا فيها. لكن الجاهلة، وما أدراك من الجاهل أو ما الجاهل، يضر نفسه قبل أن يضر المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا القرآن والسنة من منبعها الصحيح، إن ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومجالس العلم من أعظم المجالس في الدنيا، بل إن الملائكة، شفت الملائكة، الملائكة العظيمة التي بعضها جناحها يغطي الأفق، تضع أجنحتها، تنزل أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بل إن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى النمل، النمل في جحرها والسمك في البحر يستغفرون لمن؟ لمعلم الناس الخير. العلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رجل أعمى ضرير جاء في وليمة غداء عند هارون الرشيد، هذا الأعمى الضرير اسمه أبو معاوية، عالم من علماء المسلمين، مدعو في غداء عند من؟ الخليفة هارون الرشيد. وكانوا في السابق بعد الغداء إذا أراد أحدهم أن يغسل يديه ما عندهم مثل اليوم المغسلة، عندهم الإبريق أو الدلو، يصب الخادم على الرجل ويغسل يديه. وبعد أن انتهى أبو معاوية الضرير العالم من غدائه وذهب ليغسل يديه، سأله هارون الرشيد وهو يغسل يديه، قال يا أبا معاوية أتعرف من الذي يصب الماء على يديك؟ بالتأكيد أحد الخدم. قال أتعرف من الذي يصب الماء على يديك؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال أنا الذي أصب الماء على يديك، الخليفة بنفسه. قال ولم يا أمير المؤمنين؟ قال احتراما للعلم الذي في صدرك. العلم يرفع أقواما والجهل يضع آخرين. هذا أيضا هارون الرشيد نفسه كان يقدر العلماء،
هارون الرشيد يوم من الأيام كان في الرقة في منطقة في العراق أو بعد العراق، هذه المنطقة كان مجتمعا وحوله أصحابه وزوجته معه في الخيمة والناس كلهم حول الخليفة، فجأة ترك الناس الخليفة لوحده والزوجة تنظر، كل الناس ترك الخليفة وذهب. ذهبوا أين؟ ذهبوا خلف رجل وجدوه يمشي، رجل يمشي، ذهب الناس وانجفل الناس عن الخليفة إلى هذا الرجل، وتطايرت النعال وارتفع الغبار وبقي الخليفة لوحده مع زوجته. سألت الخليفة، الزوجة تسأل الخليفة، من هذا الرجل الذي تركك الناس لأجله؟ قال هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان. فقالت الزوجة، هذا والله الملك، لا ملكك أنت وغيرك، هذا هو الملك الحقيقي، العلم، العلم نور، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ابدأ من اليوم منهجا صحيحا في طلب العلم، وابدأ السلم من أوله، وإياك أن تستعجل، فالعلم يبقى من الميلاد إلى أن يدخل الإنسان المقبرة. سمعت بإمام أهل السنة الذي في صدره 1000 حديث، الإمام أحمد ابن حنبل صاحب المحنة، يوم من الأيام وهو كبير بالسن وجده الناس يمشي والدفاتر تحت إبطه وهو مسرع من حلقة إلى أخرى، فقالوا له يا إمام إلى متى؟ إلى متى وأنت بس هذا شغلك الشاغل؟ العلم والعلم والعلم إلى متى؟ فرد الإمام أحمد ابن حنبل عليهم فقال، من المحبرة إلى المقبرة، نطلب العلم حتى ندخل إلى قبورنا. وكان بعض العلماء قبل وفاته يسأل الذين يعودونه وهو يحتضر، قال ما تقولون في قسمة كذا وكذا في الميراث؟ في الميراث يسأل عن مسألة في الفرائض، هذا العلم الذي صار الخاص اليوم. فقالوا له، أنت الآن تحتضر وتسأل عن مسألة علمية؟ قال لئن ألقى الله يوم القيامة وأنا عالم بهذه المسألة أحب إلي من أن ألقى الله وأنا جاهل بها. شوف تقدير العلم عندهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.